وجهة نظرك يستمر محمد عواد ولا يعود أبو جبل أو جنش؟ يعني انا وجهة نظري الفنيه طبعا عواد يكمل، عواد لان يكمل. دي كانت مشكله كابتن على فكره الفتره الاخيره دي، حته التغيير حراسه المرمى بالذات بالنسبه للاعبين نادي الزمالك اثرت في بعض الاجزاء الفنيه وظهرت. يعني حتى عواد لما رجع اول مباراه كانت تحس ان هو مهزوز شويه. لا انا اعتقد ان اللعيب هو يكمل لغايه الناس ما تستعيد مستواها والافضل يلعب. لا اكيد طبعا يا كابتن، استمرار عواد وخصوصا الفتره اللي لعب فيها جنش واللي لعب فيها ابو جبل، باستثناء الفتره الاولى اللي لعب فيها ابو جبل ما ادوش برده بالصوره المطلوبه، وكان برده في برده هزايم لناس الزمالك، وبخلاف برده الهزايم، مش عايز ادخل في حاجات كده كان في علاقه، يعني كان في علاقه مش كويسه كده اللي احنا كان بنسمعه بيشدوا في بالظبط التويتر ولا مش عارف بيسموه بالظبط. ايه، فاعتقد اما الموضوع يوصل لكده، وخصوصا عواد ماشي بصوره كويسه والزمالك جايبه بمبلغ كبير جدا، وكان برضه في النادي الاسماعيلي كان مميز جدا، وهي حراسه المرمى كده كابتن، بيفضل يستمر الى ان بيحصل خطا او بيتكرر الاخطاء، او لا قدر الله اصابه او او لا قدر كذا الله اصابه، يعني او لا قدر الله اصابه او ودخل واحد تكرار. وتالق، ده كلام مظبوط، وده ينطبق المفروض على جميع اللاعبين مش على اتفق حراسه معاك المرمى. تماما تماما، وده اللي عملها. انا يمكن قلت قبل كده وتتذكر مباراه السوبر كلاب في ابو ظبي، طبعا كده. وكان الكابتن محمد حلمي هو المدير الفني تمام نادي الزمالك، وكان اللي بيلعب طول الوقت احمد الشناوي، وبعدين احمد الشناوي كان حصل له اصابه او حاجه زي كده فلعب جنش. تمام يا كابتن، فاكر. فشوفيا احمد الشناوي قبل السوبر، تمام، كلنا توقعنا انه احمد الشناوي هو اللي يحرز في السوبر، حلمي جنش. وقف جنش. تمام، وانا قلت وقتها العداله. تمام يا كابتن، يعني العداله لما حلمي جنش تالق وصد ضربات جزاء وكان له الفضل بعد المولى في حصول نادي الزمالك على، هو ده الكلام.